الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشارة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أجمعين. بعد انتهاء شهر رمضان الإنسان يجدد الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فالإنسان دائما يبقى في طاعة لله سبحانه وتعالى في رمضان وما بعد رمضان، فإذا ما صام شهر رمضان كان بعشرة أشهر، وإذا صام ست من شوال كان ستين يوما، وهذا تمام السنة. فالصائم الذي يستمر على ذلك يكون كصيام الدهر. نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، فضلا وليس أمرا. اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، والحمد لله رب العالمين.